السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ ان شاء الله بخير. رجعنا اياكم مقطع جديد من لعبه محاكي الحوادث، ومقطعنا لليوم تحدي مقاومات بين السيارات الالمانيه والسيارات اليابانيه. واكتبوا لنا توقعاتكم يا جماعه في التعليقات، مين تتوقعون راح يفوز؟ واذا عجبكم المقطع ادعمونا بلايك واشتراك، لا تنسون تفعلون زر التنبيه، ونخليكم مع المقطع. مشاهده ممتعه. وبسم الله يا جماعة، ونبدأ بداية، وبدايتنا قوية بين جي تي ار 35 والمرسيدس البنز، ما ادري اسمه هذا، المهم ما اعرفه. طبعا انا عندي الجي تي، ونبدأ القومة. بسم الله، واحد اثنين روح. بسم الله، اخر اخر بس اخر. اوه طبعا هني هذه النهاية، شفتوا النهاية فوين يا جماعة؟ وين راح المرسيدس؟ طريق هاي فاحط الاخ، ارجع ارجع من الفشيلة. وهذه المرحلة الاولى، والجاباني فاز على الالماني. نشوف الثانية، ونبدأ سباقنا الحين بين الجاباني التسعة والثمانين او السوبرا، ما اعرف صراحة ايش اسمها نادي بالضبط، والالماني الاودي. ونشوف الحين اللي راح يفوز، هل الجاباني او الالماني. ونبدا بسم الله، واحد اثنين روح. بسم الله، الله الله يا الاودي، والله الاودي راح بس راح الجا الجابان. قعد اقعد، خلاص خلاص فزناكو، لا تقعد تسوي روحك لنا معصب. شوف 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 القهر، شوف ايش تسوي، يلا انقلع. والحين يا جماعة الخير نبدأ سباقنا بين البرادو والبي ام، هادي كي 96 ما ادري وايش اسمها، ما اعرفهم. المهم، وبسم الله، ونبدأ واحد اثنين روح. بسم الله، وش القومة يا البرادو، فشلتينا بس. ارجع ارجع يا البي ام، ارجع 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 بس ارجع. شوف 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 القهر، شوف شوف القهر وايش يسوي. شوف، وسباقنا الاخير يا جماعة بين اللاند والجي كلاس، طبعا ما احس فيه مقارنة. انا اتوقع بصراحة ان الجي راح يطلع، لان شوفوا فرق الموديل، فرق الموديل بس لحاله يا جماعة يحكم. بس نشوف بعد وايش يصير، ونبدأ بسم الله، واحد اثنين روح. بسم الله، والله 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 طار. اقول لكم يا جماعه الجي بيروح بيروح صراحه، يعني شوف فرق الموديل كده. اوه كسرت الدنيا هالمره، الالماني فاز. ونشوف لنا سياره غير اللاند هذه ان كان. والتجربه الثانيه يا جماعه الخير بين الباترول النيسمو والجي كلاس، ونشوف هالمرة يعني في تقارب كبير في الموديلات. ونشوف، بسم الله، واحد اثنين بسم الله. والله 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 كان اللاند قبل شوي صاير اقوى، ها مرة قومته فقيلة فقيلة صايرة الباترول، قومته زي ما سويتوا لي قبل شوي، كل ما افوز دون تصدموني خذوا لكم واحدة. والحين يا جماعة قومتنا بين الباترول النيسمو والمرسيدس الجي كلاس، بس هالمرة شارع مفتوح، وبنشوف الباترول تجيب الجي كلاس ولا ما تجيبه. بسم الله، نبدأ، واحد اثنين روح 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 يا الجي كلاس، روح نشوفه شوفك الحين. والله اتوقع انه يجيبه صراحة، اتوقع انه يجيبه. لا عليك، شوف بس هذا قومته، بس كانت هي البطلة بس، وقومت الباترول فقيلة. وينك يا، وين هو؟ اوه توكم موصل، هذا فقعنا بكم لين بدأ. تعال تستاهل بوسة، تستاهل بوسة. قبل ما ننهي المقطع، هذه أحلى بوسة من الجاباني إلى
الما ايوه الالماني ايوه اوه الله شكله الالماني هو اللي ببوسني روح قايل لكم الالماني هو اللي باصني في تحقل لك بوسه تحقل لك تعال تعال روح 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 جاينك انا مهما رحت مهما بعدت نجيبك شوف وين راح شوف كيف بوصل لهنا تعال تعال خذ لك احلى بوسه تعال خذ لك احلى 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 بوسه زي ما بسني ابوسك ايوه لا لا بوسه اقام ها مو هذا احلى بوستك يلا يا جماعه الخير الى هني وصلنا الى نهايه المقطع اتمنى ان المقطع نال على اعجابكم نشوفكم في مقاطع قادمه مع السلامه.